ناصر الدوري لأقوى مباراة لدوري الشوارع. الجو ده بقى ثانية بس يا جماعة، هم جايبين لكم صلاح وماني بجد؟ بس أنا حكايتي ما بدأتش كده. هاي ماجي، وات ايه بيوتي ماجد، انا مش هتصور معاك تاني في حياتي. انت لعيب كبير جدا، مش هبطل اللي انت بتعمله ده. بطل انا ليه؟ اللي فيك ده اتفضل. ما نقول من مدرستي ام اس. يلا ما تشدش العين، عايز العب. تعالى هنا، بيحترموا اللي بيعرفوا يلعبوا كوره قوي. طب ايه، انا معاكوا يعني في الماتشات اللي انتوا بتلعبوها دي ولا لا؟ احنا ما بنلعبش ببلاش، احنا داخلين الماتش ده على 3500 جنيه. ايوه يا حته ماجد يا عم. يا جماعه انا لقيت البطوله دي اونلاين. هو واحد بس اللي يقدر يخلينا نخش البطوله دي. بطوله ايه اللي عايزين تشتركوا فيها بس من المدرسه؟ ما تقلقش يا محمد بيه، العيال دول هيشرفوك وشرفوا المدرسه. يا نهار اسود، ده جاب لنا منتخب مصر. الخماسي ما فيهوش هزار، لو حاربنا عشان خاطر بعض هنكسب اي حد. معايا اوردر باسم المدام لالا. لالا انا بحبك حاجه، عملت لك توت اجمد من الابواب. الحقيقه انا كنت معدي من قدام النادي لقيت ماتش كوره، فقلت طب ايه يعني علم. يا ابني قاعدين ماتش بقى ليه حته ليه كل مره كده كل مره. وانا عملت ايه؟ انتوا تصدقوا ان احنا هنكسب من ليفربول؟ انتوا مغاليين، مش عايز اشوف حد هنا. انت هتخسر الماتش الجاي، شد البصر يا ما فيهاش الفلوس كتير. احنا مين؟ لا احنا الحريفه، تقولي شاي واي سندوتش نعض فيه كده على حاجه جعان.